السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر رغواتنا الشعب المصلحة ويشفي كل مرضى، وعودا حميدا لكل مفقودين سالمين إلى أهليهم. جينا لكم بفيديو جديد مع راكس إبراهيم، كلام جد جميل، كلها بشريات. أرغب أن نحضر الفيديو أول حتى بعد ذلك نجي نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. طيب، بالنسبة للعمليات العسكرية لنا طبعا في مدفعية دخلت الخدمة، مدفعية يوم القيامة، ودي طبعا الجيش استهدف بها تجمعات الجنجة. رطلت دقة الجنجة دق لمن قالوا ما دايرين بل زي الأصل. لا الجنجة اليوم ده كابوس عليه، اليوم ده كابوس عليهم. عندك النوير بيغادي راكبين راس معاهم، عندهم ديات قالوا لابد من انه يتم دفع، يعني عندهم كذا من المرتزقة جغم جغمهم الجيش، قالوا الغادة يدفعوا لهم الديات بتاعت الناس زيل يا داك ما فيهم ما بيعرفوا. وانزلوا الجنجة كم مرة وشوية كده دوروهم لك، دقوهم لك 23 عادي. الناس قاعدين مع الناس ده بس بتوع فيهم ذخيرة، والنوير ده خطيرين جدا. اشرس من الجنجة ده بمراحل، نازل معروفين من زمان، نازل كان يعني بيكاتلوا مقابل العيش، بدون عيش بيمشوا بكاتلوا الدين كده. يعني نازل شفت برنامجهم بس تدي ما بيعرف لك ولا لا بيعرف قدام. وقاعدين الان عشان كده نحن بنحذر الناس في التفتيش، مجامله ما كويسه والتراخي ما كويس. جنوبي ده لقيته شفت لو شايب ماشي بالعكاز رجعه، قول له ارجع من محل جديد. اصلك ما تتعاطف معاهم، شفت الشياب تشوفهم ماشيين ديل ضاربين بتاع المدفعية ديل قدام المحاربين اللي كان بخاتهم مع بابلين وما تيبوا هنا. رجعوا طوالي، حتى النسوان ذاته بجم ما مشن بشفشفن رجعوا، بس ما تتكلم معك تقول له زول ارجع بس، ولا تسأله ولا تدقوا لعندك معه اي شغل. فالليلة اشتبكوا مع الجنجة وقلنا يعني ذات حياة كويسة جدا جدا، اللهم زد وبارك. ونتمنى انه يعني عدم ضبط النفس واستمروا. قال الشيخ عليه سهلة دخلوا بفتيل، بقول لك انتوا استخدمتونا كدروع، قتلتوا ابنانا ومتلبدين جوا، ده فهمهم كده. والقائد الجلاك ذاته مصفي منهم يعني كمية من الجنجة، قال محاكم ميدانية. قال لهم انتوا قبل كده برضو طلعتوا عدد من النوير، كنتوا نازل خورة وصفيتهم، احنا ما قلنا حاجة. قول لا ده برنامج بتاع كبك، لكن الشغلة طالما انكم بديتوا تستخدمونا دروع بشرية ما بنسكت. الان امورهم جايطه. وقلنا في مدفعيه اللي هي يوم القيامه دخلت الخدمه. في واحد جبال قال لي في البث، قال لي ليه من زمان الجيش ما قاعد يدق بام؟ قلنا لك يا اخوانا الجيش ده شغال حرب استنزاف، وعارف اسلحتين ينزلها، وعارف يعني الوقت المناسب. جيش لو دار امسح الخرطوم ده هسه بمسحها، والله بسلمك لا صحرا هسه. لكن المواطنين قاعدين جوالي، عشان كده الجيش بيعرف يشتغل بتين. فالخيارات موجودة يعني، طمن مليشيا دي ولا بتهزم الجيش ده ولا في مقارنة ذاته بينه وبين الجيش. هسه الآن الجيش في عدة جديدة دخلت، في قوات جديدة زحفت وجات وتوزعت وقعدت في مواقعها، والجيش شغال بالنفس الطويل وبالاستنزاف. الآن الجنجة تشوف جعجعتهم هنا لأنهم دائما داخلين في فتيل. فاعتمد بالصبر بس، عشان كده انت اصبر. عندك في مدرمان المسيرات اشتغل الشغل تقيل جدا جدا، والمدفعية كذلك اشتغل الشغل تقيل جدا جدا، بالاضافة للعمليات النوعية اللي قابلوها ابطال المهام الخاص، بالاضافة لهروب بعض الجنجة المتسللين. كان قاعد يا العباسية هناك جزء منهم كبير اتخارج جرو، وجزء منهم قاعد في العرضة الان، وبرضه ما بحل لكم. ومدرمان اخواننا الشغل فيها ماشي كويس، الناس تطمن وان شاء الله تماما بترفع قريب. اضف الى ذلك جنوب الخرطوم شفت ابطال المدرعات حايمين كل الشوارع دي ومخيتنا، لا في جنجبيتي ولا في كلام فارق. وكمان العمليات النوعيه بقت بالليل وبالنهار، مداهمات زي المداهمات. اي وكر يترصد او جات معلومه انه فيه جنجه والله بيتم مداهمته. البيشي ده اقسم بالله زي الفار يفتش فوقه،
اللي كان بيستعرض قبل فترة في المدرعات وعامل فعلا سقط المدرعات، جرب كمية من الجماعة اتضللهم كويس التابعين له وجو كمية منه من جغبه، فالآن هو متلبد زي الفار لكن برضه بتنجرب إن شاء الله. والله العظيم العمليات دي حتى شفت النوعية دي لا ما بدي بالليل، بس شفتها تبقس كده بس تلقى نفسك في قبضة أبطال العمل الخاص بتحيي لهم بدنك التمشيط، شفته شارع شارع ما في أي فوضى بتاع الدنجة. عندك الجبل كذلك الطيران دق اهداف وشغل كل شغل مركز، ده حرب الاستنزاف يا اخواننا كده. جنجة دل ما عندهم المشكلة انه الجيش بخيارات وجنجة دل ما عندهم خيارات. الجيش ده بعد ده انا اقول لك انه يعني ما شغال شغل كده مفتوح ولا فك للجام كده بكله، عندهم خطط معينة شغالين بها وكله بمراقبتي يعني خطط معينة معتمد على سياسة تدمير المركبات بتاعت العدو بالإضافة للعنصر البشري بتاعهم، والآن شغالين في كل يعني الآن الجيش خلال اليوم بصفي مئات الدنجة في كل المحاور دي شغالين، وهم ما بيستطيعوا ذلك يعني كثير مدق المواطنين، أكبر حاجة بيعملها الدنجة بدقوا مواطنين دي شغلتهم. حربهم الآن انتقلت بقت استهداف مباشر للمواطن، بيتعمدوا انهم يعطشوا المواطنين، بيتعمدوا انهم يقطعوا منهم الكهرباء، بيتعمدوا انهم يدونون، ده بقى شغل ومنهج عند الجنجة. طيب وشفت الهروب واحد جاي منه بتوب يا اخي والله العظيم انا ما في لبس، انا في الربطه بتاعت التوب والوقف الود ده ما شد حيله شكله كده، والجنجة اصلا بلموا الاشكال لهم ويوم زي ده كمية من الجنجة بهروا بمسكوه بمسكوه. وعشان كده احنا يعني نصيحتنا للمواطنين اي زي شفتوه كده شكله غريب وهنا طوال استلموه، جاي من وين وماشي فين اغلبيتهم الان بقوا يد خارج. طيب بالنسبة للانتهاكات الجنجة طبعا دونوا سوق البابور وقتلوا في الفتحات قتلوا كمية من المواطنين، وكذلك عندك مستهدفين شمبات بس برضو قتلوا عدد من المواطنين، وعندك برضو يعني كمية من الأحياء في أم درمان الجنجة بيستهدفوها، وكل شغل مقصود يعني كل شغل مقصود، عارفين لا هنا في جيش ولا في موقع جيش لكن بدون كده بس. عشان كده نقول لكم ان الجنجة دل حربهم على المواطن، يزعموا لك ان احنا بنقاتل فلول وبنقاتل بلدات، وهو الفلول ذاته من ضمن المسرحيات بتاعته اللي اتعملت جايبين بتملح عامل له وهمه كده في دكان بصور قال بتفقد يعني صلاحيه المنتجات يعني الزلمه بتاع جوده. يا اخي انتوا ذاتكم كجنجه من 15 ابريل صلاحياتكم انتهت عند الشعب السوداني، يعني انتوا المواطنين شايلين همه يا اخي نهبتوا بيوت الناس اغتصبتوا كويس احتلتوا بيوت الناس نهبتوا ممتلكات الناس، يا اخي البيوت شفشفتوها ما خليتوا جنيه للمواطن، وصلت بكم الوقاحه بقيتوا تحتجزوا الناس تطلبوا من فديه عديل، الليله جاي عامل لي فيها همك الاسم شنو همك الصلاحيه بتاعت المنتجات تا موهوم في راسك يا ود ملاح. والله سبحان الله يعني الدار يعرف هزيمه الجندي ينظر لوش ود ملاح ده الهزيمه في وشه ظاهره شغال يمثل، تمثل على منو انت يا حرام يا ربات يا ارزقي تمثل على منو انت؟ هي شعب ذاته قبل بيكم غير المنتفعين وعديمين الشرف استاندوكم دين يا اخوان الناس الطم النازل انتهوا. لك التحية ابراهيم، كلام جميل جدا، مدفعية يوم القيامة او مدفعية التجيل يا اخوان، مدفعية دي زمان الجيش كان ما يقدر يستخدم كثير لانه الجنجويدل كان منتشرين في الاحياء في بيوت المواطنين، فالجيش كان شغال بحظر، فالان نازل خفوا بقوا ارتكازات معينة في الشوارع والجيش يبلبس لانه دي مدفعية دقيقة وتقيلة محل وقع فيه ده بدمر اطراف كثير جدا، فبل يتبلوا بس
النوير والجنجبيل ديل كلهم مرتزقة طبعا، كلهم شغالين لأجل قروش، والجنجبيل ديل ممكن ما دفعوا قروش لنوير، نوير الانجقوا ديل ممكن بيشتبكوا، وفي ناس بيقولوا انه ناس الاصبوا سكرانين اشتبكوا مع بعض في شرق النيل، وفي ناس بيقولوا نتيجة الجنجويد في قائد جنجويد صفى كم نوير كده في الطابور انه خالفوا التعليمات وكلام زي ده. المهم في النهاية ربنا يفتون الناس كلهم اعداء السودان بالذات جنوبين ديل، فتتبنى بس ما في اي شيء. فالجيش شغال حرب استنزاف للجنجويد ديل، يعني ما شغل 5 ساعات، شغال بالتكتيك، لانه جيش شغال شغل تكتيك حربي، وديل كمان شغالين شغل قوه وشغل هجوم، شغل الخمج اللي بيشتغلوا في دارفور ده بيشتغلوا، فجيش شغال بالسياسه وقدر يعني قدر يكسب المعركه. اما امثال ناس البيشي والكيكل وجوجي ديل ناس جنجويد استخدموهم بس في الاهداف معينه، في النهايه اذا استلموا السودان زاد الناس ديل يكونوا معرسين، وفي النهايه كان يقتلهم يخلوهم، لان جنجويد هو داري يخش محلات دك بواسطه جماعه ديل، وديل كله مجرد ناس ما فاهمين، ناس يعني بيعمل لمصالحهم بدهم قروش، وفي النهايه بقوا جنجويد. في النهايه كان خش وين جنجويد يرجعوا بلدهم وديل يتبلوا بس. فالناس تصبر ان شاء الله، جيش شغال كويس تقدم كل يوم، فان شاء الله نصر حليف لاخواتنا الشعب المسلح.